مناوشات كتير وخناقات كتير اندرعت على السوشيال ميديا بين التوانسة والمصريين بعد ما عملت حلقة في الموسم الأول من ذا سكاوت عن اللاعب هيثم حسن، اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المصرية والتونسية. كل جانب بيحاول يفرض صحة نظريته وإن هيثم اختار تمثيل منتخب بلاده، ولكن بنوع من الحدة والتجاوز اللفظي وحاجات كتير مش كويسة. ولكن كرة القدم ما اتعملتش عشان كده، كرة القدم ما اتعملتش عشان تفرق بين الشعوب وتكره الناس في بعضها، خاصة لما يكونوا عرب وأشقاء. وعلشان كده قررت ان الموسم الثاني من ذا سكاوت مش هيكون بس للمصريين، ولكن هيكون لكل العرب. هنحاول ان احنا نعرف اخواتنا في البلدان العربية بلعبتهم المحترفين، هنحاول كمان نوصلهم للعب لمنتخباتهم العربية. والنهاردة هتكون البداية مع اهلنا وحبايبنا اهل تونس. فبعيدا بقى عن هيثم يختار اللعب لتونس او اللعب لمصر، حلقة النهاردة وبالتعاون مع فريق عمل صفحات المواهب التونسية على السوشيال ميديا بنقدم لكم اتنين من اللعيبة التوانسة المحترفين. مين هم اللعيبة دول؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. سامي شوشان هو اول لاعب هنتكلم عنه في حلقة النهاردة، فهو لاعب هيكون له شأن كبير جدا في الكرة التونسية لو بالفعل مثل منتخبتها. سامي هو لاعب كرة قدم من أب تونسي وأم ألمانية، اتولد في باريس في عام 2003، يعني عمره حاليا 18 سنة. وبالرغم أنه بدأ لعب الكرة في نادي صغير جدا في فرنسا وهو نادي اسمه بلون بيانكور، إلا أن موهبته الكبيرة كانت بتلفت الأنظار لكل اللي شافه، وبالفعل انتقل في الموسم الماضي لنادي برايتون الإنجليزي. مركز سامي في الملعب هو لاعب خط الوسط رقم 8، يعني تقدر تقول كده زي إنيستا لاعب برشلونة السابق. لما تتفرج عليه لاعب يشدك تحكمه في الكرة، لاعب أنيق بالفعل، ثقته عالية في إمكانياته، مراوغ بالكرة جيد جدا، ورؤيته في التمرير ممتازة. بيجيد اللعب في المساحات الضيقة وبيجيد تسديد الركلات الثابتة. في الموسم الحالي شوشان لعب 19 مباراة مع فريق تحت 17 وتحت 18 سنة بنادي برايتون، سجل خلالها 3 أهداف. الخبر الجميل بقى للجمهور التونسي ان الاتحاد التونسي او زي ما بتسموه عندكم الجامعة التونسية بتتحرك بكل قوة لضم سامي شوشان للمنتخبات التونسية، وفي تعاون مثمر ما بين الجامعة التونسية وصفحة المواهب التونسية على السوشيال ميديا، وممكن قريب جدا نشوف سامي شوشان في منتخب الشباب التونسي. نصير بدبوت هو تاني لاعب معانا في حلقة النهاردة، وهو لاعب من مواليد عام 2001 لأب تونسي وأم مغربية، وكمان بيحمل الجنسية السويسرية. هو لاعب بنادي نيوشاتل السويسري اللي كلنا في مصر نعرفه لأن لاعب ليه نجومنا السابقين التوأم حسام إبراهيم حسن وكمان هاني رمزي. مركز نصير في الملعب هو مركز الاسترايكر أو المهاجم الصريح، كمان بيقدر يلعب كجناح. من أهم مميزاته حسن التمركز والتحرك داخل منطقة الجزاء، الفينشنج بتاعه عالي جدا أمام المرمى، وبيتميز كمان بالسرعة الكبيرة جدا. في الموسم الحالي لعب مصير 11 مباراة مع الفريق الثاني لنيوشاتل، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أهداف، ولعب 4 مباريات مع الفريق الأول وسجل هدف وصنع هدف. والحقيقة إن احنا اخترنا بدبوت النهاردة لأنه من النماذج اللي نجحت بالفعل في تمثيل المنتخب التونسي، فالاتحاد التونسي بالتعاون مع صفحة المواهب التونسية قدر انه يضم اللاعب لمنتخب الشباب التونسي تحت 20 سنة، وسجل هدف في مباراة ودية امام المنتخب الياباني. كمان تم ضمه للمنتخب الاولمبي التونسي، وكان اصغر لاعب في قائمة الفريق اللي واجه المنتخب الاولمبي المصري في مباراة ودية ببرج العرب. بدبوت وفقا لعدة مصادر اجنبية جاله عروض من اكتر من نادي كبير في اوروبا، على رأسها نادي هامبورغ وليفركوزن في الدوري الألماني الممتاز. إيه هي حقيقة العروض دي وحاجات تانية كتير عايزين نعرفها من بدبوت نفسه اللي كان معانا ضيف في حلقة النهاردة، فتعالوا نشوف ونسمع قال إيه ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. Welcome to Nusayr in the Scout. سلام وسيم. Thank you for having invited me. I'm happy to be here. Nusayr, in this program we look for the players playing in Europe from Arabic origins and you are one of them already. So could you please tell us, how did you begin playing in Europe? Yes, no problem. So I was born in Switzerland. I've started to play football at the age of 4 years old in a small town which name is Fribourg. At the age of 10, I started to play in academy, and at the age of 16, I went to my first professional club in Germany, which name is Eintracht Braunschweig. And I'm now back in Switzerland since 2 years, and I play for Xamax, a professional team in Switzerland. According to Football Transfers magazine, you are now on the shortlist of big clubs in Europe like Hamburg and Leverkusen from Germany. So did they really speak with you?
Like you know, I'm a football player, so I don't like to talk a lot about these rumors. For me, what sure is, I'm just focusing on my game, on my work, and on my training, and maybe we'll see at the end of the season what's going on. I play for Xamax now, and we have a difficult situation actually, so I don't want to talk a lot about these rumors for next year. I'm just focusing on my game, on my work for this year, and we will see on July, in June, what's going on. Regarding the national team, you chose to play for Tunisia, although you can play for Morocco and Switzerland. So could you tell us why? So as you know, my dad is from Tunisia and he gave me the passion to play football since my first years. And Tunisia was actually the first national team to join me at the age of 15 years old. I've played my first games in year 2016 with the U17 national team. And since I'm proud to play for Tunisia and my parents, my family is also proud, so I'm happy to play for them. And how can you evaluate your short experience till now with the Tunisian national team? I'm happy. I'm really happy to play for them. I've played with the U17, also with the U23 at the age of 17 against Masr. And I had the opportunity to travel into Masr for the first time. And also with the U20, I've played some games and I was really happy and proud to score against Japan in front of my family. So I have a nice opportunity to play for my national team, for my country. And I was sad to miss the African Cup U20 in the last months, but that's life and I'm just going on. Finally, Nusair, what is your ambition in your career of football and what is the team you wish to play for in the future? I am very ambitious, but I'm also a hard worker. So for me, the most important thing is just I want to go as far as possible in my career. So if I have the possibility to play again in England or in Germany and just to improve myself, it will be great. And I have big objectives in my life, in my career, with the national team also. If I have the possibility to represent my country with the A national team and to play for a big professional club, it will be great. So I just work hard and we will see in the future what's going on. Thanks, Nusair, for being with us and we wish you the best luck in your career. Thank you, Wassim, for your invitation. That was also a great moment for me. I wish you all the best for the future and inshallah we see us. ألكسندر روبرتسون هو نجم فقرة مواهب عالمية من حلقة النهاردة، وهو لاعب إنجليزي أسترالي بيلعب في واحد من أكبر أندية العالم في الوقت الحالي وهو نادي مانشستر سيتي، وعمره حالياً 18 سنة. ألكسندر بيلعب كلاعب خط وسط هاف ديفندر، لكنه بيجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية. في الوقت الحالي ألكسندر بيشارك مع فريق تحت 18 سنة بنادي مانشستر سيتي، والكل بيتوقع عليه بمستقبل كبير وبيتم تشبيهه بأسطورة نادي ليفربول السابق ستيفن جيرارد. بيجيد التصويب من خارج منطقة الجزاء سواء بيمينه أو بشماله. في الموسم الحالي ألكسندر لعب 25 مباراة مع نادي مانشستر سيتي تحت 18 سنة في مختلف المسابقات، سجل فيهم 11 هدف وصنع 5 أهداف. ألكسندر روبرتسون هو لاعب دولي، ورغم محاولات الجانب الأسترالي بإقناعه بتمثيل المنتخب الأسترالي أو المنتخبات الأسترالية، إلا أنه هو بالفعل قرر تمثيل المنتخبات الإنجليزية ولعب لمنتخبات إنجلترا تحت 16 و17 وتحت 18 سنة.